نهار راح لي شكال النبي قالوا يا رسول الله هاولك ابو ذر ماذا قال؟ عيرني. قالوا عيرني من السودان. شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام الموقف تاعو لما اخبره بلال، شوف ما كذبوا ما امنوا ما صدقوا. ماهوش كيما احنا الان في هذا الوقت اي واحد يجيب لنا خبر يامنوه خلاص يدخل جودا مباشره على المباشر. او هذا ويحكم عليه خلاص على المباشر. بصح شوفوا النبي هذاك صحابي ولا غير صحابي ما قالوش هذا ما كذب أو ما كذبوا ما صدقوا. قالوا جيبوا لي ابو ذر. جاء ابو ذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر هل صحيح ما ما قال بلا؟ قالوا نعم. هل عيرته بابن السوداء؟ قالوا نعم. وحنا الصوره هذه شيخ لو كان يجيبوا واحد يعير يقولوا صح عيرت؟ يقولوا انا عيرته ما كاش منها يزيد يكذب يزيد يقسم بالله ايوه ايوه رانا في وقت رانا نديروا الصوره هذه بهذه. احنا شو صراحه الاخلاق الاخلاق في تدهور في تدهور. المهم ابو ذر قال نعم اعترف قلتها صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال لي ابي ذر انك امرؤ فيك جاهليه. شوف هذه تاع نعاير انسان نعاير انسان هذه من اخلاق الجاهليه. اي انسان تعايروا اي انسان تعرفوا ولا ما تعرفوش تعايروا هذه من اخلاق الجاهليه. ربي حتى ربي في القران نهى معناتها حرم علينا باش نعايروا الناس. ولا تنابزوا بالالقاب ما عندك حتى حق فيه ولا ما فيش الله يسهل فيه المهم فيه ولا ما خاصة لا تعيروا باهله ولا بماليه. واش انا نقول لك الناس ولا كيما نقول يا ودي لو كانوا تدخلوا في هذا الموضوع كارثه نحضروا عليه ان شاء الله. لا لا لان علاش هذا الموضوع يشغل يقيس المجتمع كامل انا عايشينه وكاع رانا عايشينه يكذب اللي يقول لك انا بريء ما كاش منها هذا يكذب ما كاش منها. مجتمع كما يقول لك نسأل الله تعالى أن يرحمنا. المهم كي قالوا إنك امرؤ فيك جاهلية هباك صعيبة وهذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أبو ذر يا أبو جماعة أبو ذر من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وش يقول له شوف باش ما نطولوش بالك الوقت وش يقول أبو ذر لبلال وش يدير؟ قال لك تكسل فلل كيما احنا رقد فلل رقد له فلل رقد له فلل وش يقول؟ قال بلال يا بلال لن ارفع وجهي او راسي حتى تطع حتى تعفس عليا تعفس عليا بقدميك على وجهي. صح تسمى مشي عليا. شوف خويا هذا لو كان احنا نديروها لما نديروها احنا يدفنوا هو حي الله يدفنوا حي يدفنوا هو حي هذه فرصه قال لك انا. صح بصح شوف بلال رضي الله عنه اللي رباه الرسول صلى الله عليه وسلم شوف وش يقول له؟ بلال يقول لأبي ذر وش يقول له؟ يقول له لن أطاء بقدم ما نعفش برجلية على وجه يسجد لله في اليوم خمس مرات. يا سبحان الله شوف كيفاش شوف شوف شو الخلاب شوف تصورها أنت احنا في الجامع ياكلك والله احنا في الجامع يكملك يعني نقول لك في الجامع ياكلك بلا ما نهضروا على برا